إنني في أكثر الأحيان لا أصلي صلاة الفجر في وقتها لأنني لا أقوم لها، ولكن اليوم الذي أقوم أجمعها، وأحيانا أقوم بصلاتها في وقت متأخر، فهل علي حرج في ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، وهي الفارقة بين المسلم والكافر والمؤمن والمنافق. وقد شرع الله سبحانه وتعالى في مواقيت محددة لا يجوز فعلها في غيرها، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيتها، فلا يجوز لأحد أن يخرجها عنها. وما ذكرته السائلة من أنها تنام عن صلاة الفجر ولا تصليها في وقتها هذا خطأ كبير، والنوم المستمر والعادة ليس بعذر، ولا يجوز الإنسان أن يعتاد أن ينام ويترك صلاة الفجر في وقتها ثم يصليها في غير وقتها، ليس العبد مخيرا في ذلك، وإنما هو مفروض عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. إنما لو أن الإنسان كان يقوم بصلاة الفجر ويحرص على ذلك قد بذل الأسباب للقيام، ولكن غلبه النوم في بعض الأحيان، فهذا يكون معذورا، يصليها إذا استيقظ. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. أما من اعتاد النوم تساهل واستمر على أن ينام عن صلاة الفجر متعمدا وغير مبال ويقول صلي متى ما قمت، فهذا لا يجوز ولا تصح الصلاة مثل هذا. ثم إن السائلة أشارت لأنها تجمعها، هذا غلط، لأن صلاة الفجر لا تجمع مع غيره، لا تجمع، وإنما تصلى في وقتها. إنما الصلاة التي يجوز جمعها مع غيرها صلاة الظهر مع العصر، صلاة المغرب مع العشاء، في أعذار معروفة كعذر السفر، عذر المرض، وعذر المطر البرد الشديد بالنسبة للمغرب والعشاء، هذه أحوال تبيح الجمع. أما ما عدا ذلك وأيضا هذه صلوات معينة يجوز جمعها، أما صلاة الفجر فإنها لا يجوز جمعها مع غيرها، فيجب أداؤها في وقتها. فالواجب على هذه السائلة وعلى عموم المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه وأن يحافظوا على الصلوات في مواقيتها المحددة، أعني المتساهلين في هذه الصلاة وغيرها. قد قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، المراد بهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فوعدهم الله بالويل. وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وإضاعة الصلاة كما بينها المفسرون هي تأخيرها عن وقتها، وليس المراد تركها بالكلية، لأن من تركها بالكلية فإنه كافر، وإنما الوعيد على المسلم الذي يؤخر الصلاة عن مواقيتها، توعده الله بالويل وتوعده الله بالغي، وكلاهما كلمة عذاب شديد، الخطر عظيم، لا يجوز التساهل في هذا الأمر. وإذا لم يقم المسلم عمود دينه فكيف يستقيم دينه؟ كيف يكون مسلما وهو مضيع للصلاة ومتهاون بشأنها؟ أسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.